بص بص يا جماعه، في حاجه غريبه شايفين دي؟ عاوز مش تراجي. اتفاجئوا بحاجه غريبه بتظهر في الشارع كل يوم الساعه 1 بالليل. ست لابسه اسود في اسود وبتكتب على الحيطه لوغاريتمات، ولما بيشوفوها في الكاميرا ما بتبانش. مش هتصدق اللي حصل مع شيكو. بيت مليان بالاشباح. مقطع فيديو صادم انتشر على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت لمجموعه من الشباب اللي حصل معاهم ما كانش يخطر على بال حد. البدايه كانت مع شيكو اللي اتفاجئ في الشارع اللي ساكن فيه بوجود سيدة بتظهر كل يوم الساعة 1 بالليل في الشارع. بتكون واقفة قدام حيطة في الشارع وبتبدأ تكتب حاجات على الحيطة، لوغاريتمات غريبة وحروف مش مفهومة، وبتمشي بعدها. شيكو لاحظ اللي بيحصل ده كل يوم واستغرب من السيدة دي، خصوصا انه بيقول شكلها غريب. وفكرتها في الاول حد مشرد في الشارع، لكن لقيت لبسها مش لبس مشردة، واللي بتعمله مش تصرفات طبيعية. ولما ندهت عليها ما بصتش وفضلت في اللي بتعمله. شيكو قرر يتابع السيدة دي وبدأ يشوف كاميرات المراقبة كل يوم علشان يتأكد منها، وبيقول هنا كانت الكارثة واللي مش قادر أتخيله. لما شفت كاميرات المراقبة ما لقيتش أثر للسيدة دي، رجعت الفيديو اللي موجود في الكاميرا علشان أشوف الست دي بتيجي منين ولا بتروح فين. مش لاقي أي أثر ولا كأني شفت حاجة. أنا كنت هتجنن، إزاي وأنا بشوفها كل يوم في نفس المكان؟ أكيد في حاجة غلط. ولما حكيت لأصحابي قلت لهم بشوف ست موجودة في الشارع كل يوم، لكن برجع لكاميرات المراقبة مش بلاقيها. أنا حاسس إنها شبح أو الشارع ده ملبوس. طبعا شيكو اتعرض لسخرية كبيرة من صحابه اللي قالوا انت بتقول ايه؟ اكيد مفيش الكلام ده، انت بتحلم يا حبيبي. وفكروا انه فعلا بيكذب عليهم في الكلام ده، واللي بيقوله نوع من الهزار او يعني بيخوفهم او بالبلد كده بيشتغلهم. لكن علشان يثبت ليهم ان كلامه صح وان ده حصل فعلا، بيقول شيكو جبت اصحاب البيت وخلتهم يقعدوا معايا لحد الساعة 1 بالليل، الميعاد اللي بشوف فيه الست دي كل يوم في الشارع في الوقت ده. وهنا كانت الصدمة، فضلوا قاعدين على كاميرا المراقبة وانا في البلكونة، وفجأة ظهرت الست دي. جريت بسرعة على كاميرا المراقبة وبقول لهم شفتوها، لكن ما كانش ليها اي اثر. وهنا طلب منهم يطلعوا معاه البلكونة علشان يشوفوا الست دي، وفعلا لقوها في الشارع موجودة زي ما بيقول، لكن من غير ما تظهر في كاميرات المراقبة. بسرعة شيكو واصحابه كلموا الناس من جيرانهم اللي عندهم كاميرات مراقبة، وفعلا ما كانش ليها اي اثر برضو في الكاميرا. شيكو قرر ينشر الفيديو على حسابه الرسمي بسبب خوفه ان الست دي تطلع عفريت مثلا، وقال حد عنده تفسير للي حصل ده. ورغم ان الناس ما كانتش مصدقه كلامه او ان يكون ده فعلا حقيقي، قرر شيكو انه يفاجئهم ويوثق التاريخ والوقت اللي حصلت فيه الوقعه على كاميرات المراقبه.